يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عشاء كورة وبس في كل مكان، أهلا بكم. يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين، أنتم وكل أحبابكم أجمعين. قبل بداية الحلقة وبداية الفيديو، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أبدأ معاك سيد الفاضل من مباراة الأهلي وإنبي والكوارث اللي النادي الأهلي بقى موجود فيها. تخيلوا آخر 5 مباريات للنادي الأهلي، الأهلي كسب مباراة وتعادل 3 وخسر 1. تخيلوا النتيجة، تخيلوا النادي الأهلي وصل لفين مع مدربه المغرور مارسيل كولر. الظاهر كده يا جماعة أن مارسيل كولر يعني بيكره اللعيبة، أو بيكره النجوم، أو بيكره اللعيبة المهارية. مارسيل كولر، أنا هتكلم معاكم النهاردة عن 3 لعيبة فقط مارسيل كولر مضحي بيهم داخل النادي الأهلي، ولازم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط لازم يكون ليهم تدخل، لأن بالوضع ده وبالمنظر ده النادي الأهلي بيرجع لورا. النادي الأهلي بيرجع لورا، وإحنا عندنا 4 مباريات أقوية اللي جايين دول. عندنا مباراة زد يوم الخميس، وعندنا مباراة الزمالك يوم الاثنين، ويوم 19 مازيمبي، ويوم 24 مازيمبي. إذن 4 مباريات لا تقبل القسمة على 2. حد يقول لي أنا هتكلم معاكم عن أول لاعب، وعايزك عزيزي المشاهد يعني تتناقش معايا في التعليقات في كل الكلام اللي أنا هقوله ده. لو أنا كلامي صح قول لي أنت عندك حق، لو أنا كلامي غلط قول لي أنت كلامك غلط. أبدأ معاك سيد الفاضل بمحمد الضوي كريستو، الجوهرة المدفونة. محمد الضوي كريستو اللي جاهز، اللي مارسيل كولر كل مباراة بيستبعده استبعاد فني. على فكرة محمد الضوي كريستو لما جانا من تونس كان منتخب تونس الأول. محمد الضوي كريستو كان بيلعب في منتخب تونس الأول. اللي انت ما عندكش لاعب في مصر في سن محمد الضوي كريستو بيلعب في منتخب مصر. اذن ايه اللي عايزه مارسيل كولر، وايه اللي عايز يوصل الضوي كريستو ليه؟ احنا جايبين جوهرة تونس، موهبة اللي كل الصحافة التونسية اتكلمت عليها، ومع ذلك مدفونة داخل النادي الاهلي. معرفش مارسيل كولر عايز يوصلنا لايه؟ عايز يوصل الضوي كريستو ان هو يطلب الرحيل عن النادي الاهلي ليه؟ ده اللي انا عايز افهمه، ده اللي انا عايز افهمه، واللي لازم الكابتن محمود الخطيب يتكلم فيه. ايه المشكلة في استبعاد الضوي كريستو؟ استبعاد فني. كوارث، كوارث كولر بيصدرها، ويجي مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي يقولك عندي 2 لعيبة بيحبوا يلعبوا لنفسهم. يعني مارسيل كولر بيسلم اللعيبة للإعلام، بيسلمهم للإعلام تسليم أهالي. حد يقدر يقول هل مارسيل كولر عنده حق في اللي بيقوله؟ لا طبعا ما عندوش حق، ما عندوش حق، لأنه ما اداش فرص للناس دي. والمشكلة إن هو متمسك بمودست، متمسك بمودست. يا راجل يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك. مودست ازاي يعني؟ انت يعني انت متمسك بناء على ايه؟ انت متمسك بمودست بناء على ايه؟ تمام. ده الراجل ما بيقدرش يجري في الملعب، ده جات له كرة في ماتش انبي، يعني هقول لك ايه، معموله له على طبق من ذهب على دماغه، اللي احنا كنا بنقوله ان هو متميز في ضربات الرأس، ولا عمل فيها حاجة، ولا عمل فيها حاجة، لكن كولر ماسك فيه وساب وسام ابو علي بره. يا راجل اتقي الله، اتقي الله شوية. يعني احنا كنا لما انت كنت بتبقى كويس كنا بنقول عليك كويس، لكن انت دلوقتي في ظلم، في ظلم، يعني في ظلم، وربنا سبحانه وتعالى ما برضاش بالظلم، في ظلم داخل لعيبة، داخل يعني قط اللبس مارسيل كولر بيفتقدها واحدة واحدة. وللأسف
الكابتن خالد بيبو رئيس يعني مدير الكوره مش قادر يتكلم. ده لو سيد عبد الحفيظ كان خرب الدنيا حقيقي، بكلمكم جد. ده بالنسبه للضو كريستو، الجوهره المدفونه داخل جدران النادي الاهلي اللي السيد مارسيل كولر تمام ما بيدلوش فرصه وبيستبعده فني. قول لي من وجهه نظرك، هل استبعاد كريستو صحيح من قبل مارسيل كولر ولا فيه ظلم كبير؟ اخش معاك على اللاعب التاني سيد الفاضل، وهو احمد عبد القادر. احمد عبد القادر اللي نزله في مباراة انبي 7 دقايق او 8 دقايق. احمد عبد القادر اللي لو خد فرصة هيبقى برقبة طاهر محمد طاهر اللي هو ماسك فيه. انا على فكرة مش بقلل من قيمة طاهر محمد طاهر، ولكن احمد عبد القادر عنده يعني مهارات فردية وبدنية كبيرة. لو تفتكروا احمد عبد القادر في مباراة الهلال السعودي اللي الاهلي كسبها 4-0 في كاس العالم للاندية وخدنا برونزية العالم، لو تفتكروا احمد عبد القادر، شفت احمد عبد القادر عمل ايه؟ شفت احمد عبد القادر عمل ايه في الهلال السعودي؟ ويجي مارسيل كولر يطلع يقول لك لاعب بيحب يلعب لنفسه. يا راجل كفاياك ظلم، كفاياك ظلم. ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك ازاي وانت بتظلم اللعيبه دي وانت ما بتديش فرص للعيبه دي؟ محمود متولي رجع، ليه ما ياخدش فرصه؟ انت مستني ايه عشان تجهز محمود متولي؟ مستني مثلا لما لاعب ينصاب في ماتش مثلا زد وتيجي سبحان الله تلاقي محمود متولي لازق في خط الدفاع وهو ما لعبش ولا دقيقه السنه دي؟ طب اديله اشركه لو 5 دقايق ياخد حساسيه المباريات. لكن انا شايف ان مارسيل كولر حاسس نفسه كبير على النادي الاهلي، ومفيش حد كبير على النادي الاهلي. انا شايف بجد ان مارسيل كولر كبير على يعني هو فكر نفسه ان هو كبير على الاهلي، ما يعرفش ان النادي الاهلي هو اللي خلاه كبير. اللاعب الثالث سيد الفاضل، وهو وسام ابو علي. يعني وسام ابو علي جاهز، ليه ما تبداش بيه؟ يعني حد يقول لي وسام ابو علي جاهز، ليه ما يبداش بوسام ابو علي؟ ليه ما يديش وسام ابو علي يجهزه؟ لان انت داخل على 4 مباريات معجنه، معجنه بمعنى كلمه معجنه. لحد امتى مارسيل كولر هيفضل يطاهد لعيبه داخل النادي الاهلي؟ ده اللي بيقول له صباح الخير بيستبعده 10 مباريات. ده ايه ده؟ ويطلع يقول لك لعيبه بتحب تلعب لنفسها. انت مش لاقي حاجه تعلق عليها خيبتك، ولا لاقي حاجه تعلق عليها فشلك؟ ما هو انت يعني انت عندك في حاجه كمان، اللي انا نسيت اتكلم عليها، كريم الدبيس. عندك كريم الدبيس بره يا راجل، وعلي معلول غايب، وتحط عمر كمال شمال. يا راجل ده الف به كوره، انت عندك باك شمال بره، ما تلعب بيه وما تدمرش. يعني كريم الدبيس لاعب صاعد وواعد وهيبقى ليه مستقبل، ويمكن علي معلول قالك ده هيبقى خليفتي في النادي الاهلي، ليه ما يبداش بكريم الدبيس؟ ليه حاطط عمر كمال؟ طب ما تحط عمر كمال مكان محمد هاني وريح محمد هاني. لو انت بقى عايز بقى تشغل بتفكير، حط عمر كمال يمين وريح محمد هاني، وحط كريم الدبيس، ودي لعبد القادر، ودي لكريستو، ودي لوسام ابو، جرب الناس دي، شغل الناس دي. انت عندك قايمه اول امام عاشور منصاب ضعت، اول حسين الشحات منصاب ضعت، اول الشناوي منصاب هنقول شوبير شايل ومش محسسنا بالنقطه دي كويس. لكن انت هتفضل كده، وطول ما انت بتظلم هيفضل النادي الاهلي كده. انا مش هطول عليكم حضرات اكتر من كده، انا عايزك تقول لي من وجهه نظرك مين اللعيبه المظلومه داخل النادي الاهلي غير اللعيبه اللي انا اتكلمت عليها. ولو شايف ان مارسيل كولر ما عندوش حق في اللي بيعمله، ياريت تكتب لنا في التعليقات وتوصل صوتنا لكل الناس، واعمل لايك ووصل الحلقة دي لكل جمهور النادي الاهلي. بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية. استنوني ان شاء الله في فيديو قادم، وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. اشوفك على خير، مع السلامة.